صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي اللي بنقدمها النهارده من مدينه الاقصر، احد اعرق مدن العالم، وده بمناسبه افتتاح الاهلي الاقصر ضمن مشاريع الوحده الاقتصاديه رؤيه 2045 اللي بتنفذها الاداره بالتعاون مع شركه استادات. لكن ده مش هينسينا ماتش النهارده اللي قدام الاسماعيلي ان شاء الله الساعه 7:30 بالليل في بطوله الدوري على استاد برج العرب في اسكندريه. يلا بينا. فريقنا بيدخل ماتش النهارده بعد ما حقق فوز مهم على طلائع الجيش بنتيجه 2-1 في الجوله الاخيره من مسابقه الدوري، وده اللي رفع رصيدنا ل 24 نقطه من 10 ماتشات لحد دلوقتي. الاسماعيلي بقى اللي بيعيش واحده من أسوأ المواسم في تاريخه، بيحتل المركز ال 16 قبل ماتش النهارده بعد ما جمع 10 نقط بس لحد دلوقتي في مسابقه الدوري. التفوق الكبير بين النادي الاهلي والاسماعيلي قبل ماتش النهارده ده مش وليد موسم او اتنين، ده احنا بالتحديد من 2010 و11 سنة تقريبا بالتمام ما خسرناش من الإسماعيلي، وآخر حاجة كانت بينا كانت ماتشين الموسم اللي فات لما كسبناهم رايح جاي بنتيجة 1-0 و3-0 في مسابقة الدوري اللي حسبناها ضمن الثلاثية اللي كسبناها في الموسم اللي فات. الإسماعيلي كمان ما حققش أي انتصار في الدوري من ديسمبر لما كسب أسوان بنتيجة 2-0، وبعد كده كل ماتشاته يا تعادل يا خسارة، وكان آخرها قدام سموحة بالتعادل السلبي في الجولة الأخيرة. الفترة اللي فاتت كان في مشاكل وكلام على إنهاء الفرص والهجمات اللي ضيعناها كتير جدا قدام فيتا كلاب، واللي صعب المأمورية وخلى الماتش خلص بالتعادل 2-2، ومهمتنا في دوري أبطال أفريقيا يعني اتعقدت شوية في مرحلة المجموعات. لكن النهاردة إن شاء الله الفرقة بيرجع لها ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن بعد الغياب لفترات متفاوتة كده بسبب الإصابة، ونتمنى نشوف بقى تطوير في الأداء الهجومي للفريق وإعادة أو إنهاء الهجمات بشكل أحسن من كده. وده اللي ركز عليه مستر بيتسو موسيماني في التمرين في الفترة اللي فاتت، الكام يوم يعني اللي فاتوا دول، كان التمرين بيقتصر في زي حصص خاصة للمهاجمين والأجنحة على إنهاء الفرص والهجمات الكتير اللي ضاعت. بنتمنى إن شاء الله نحقق الفوز النهاردة على الإسماعيلي، وبكرة بقى عندنا افتتاح الأهلي الأقصر، واستنوا تغطية خاصة جدا على قناة الأهلي. يلا يا أهلي.